بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، وصلنا إلى قوله: وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالرفع فيهما. وأخرج عن الأعمش رحمه الله أنه قرأ بجزمهما. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال في قراءة ابن مسعود: يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء بغير فاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: فيغفر لمن يشاء، قال: يغفر لمن يشاء الكبير من الذنوب، ويعذب من يشاء على الصغير، لأنه الحكم العدل، ولأنه ما حكم إلا في ملكه. قوله تعالى: آمن الرسول الآيتين، أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية شق ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، إنا لنحدث أنفسنا بشيء ما يسرنا أن يطلع عليه أحد من الخلائق، وأن لنا كذا وكذا. قال: أو قد لقيتم هذا، ذلك صريح الإيمان. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيتين. وأخرج الحاكم وصحها والبيهقي في الشعب من طريق يحيى بن أبي كثير عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق له أن يؤمن. قال الإمام الذهبي: منقطع بين يحيى وأنس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن. قلت: هذا شاهد لحديث أنس. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وآمن المؤمنون. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: كل آمن بالله وملائكته وكتابه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله قال: لما نزلت هذه الآية قال المؤمنون: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: لا نفرق بين أحد من رسله، قال: لا نكفر بما جاءت به الرسل، ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نكذب به، وقالوا: سمعنا للقرآن الذي جاء من الله وأطعنا. أقروا لله أن يطيعوه في أمره ونهيه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ: لا يفرق بين أحد من رسله، يقول: كل آمن وكل لا يفرق. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: غفرانك ربنا، قال: قد غفرت لكم، وإليك المصير، قال: وإليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن حكيم بن حزام قال: لما نزلت آمن الرسول الآية قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسلتعطه، فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى ختم السورة بمسألة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقبلنا بما قبلت به سؤال محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا وتب علينا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يكفي قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هم المؤمنون وسع الله عليهم دينهم، وسع الله في دينهم، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم. وأخرج الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قال من العمل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت ضج المؤمنون منها ضجا، وقالوا يا رسول الله هذا نتوب من هناك كلمة منقطعة عندي في طبعتي، والرجل واللسان، كيف نتوب من الوسوسة، كيف نمتنع منها؟ فجاءت بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنكم لا تستطيعون تمتنعوا، لأنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله إلا وسعها قال إلا طاقتها. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك إلا وسعها قال إلا ما تطيق. وأخرج سفيان والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم به. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأخرج ابن ماجة وابن المنذر وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأخرج ابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأخرج الطبراني عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأخرج ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في التاريخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما كانوا يكرهون عليه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن الحسن قال تجوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي رحمه الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والإكراه. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لابن آدم عما أخطأ وعما نسي وعما أكره وعما غلب عليه. وأخرج ابن جرير عن السدي أن هذه الآية حين نزلت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال له جبريل: إن الله فعل ذلك يا محمد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إصرا قال عهدا. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد: ولا تحمل علينا إصرا قال عهدا. وأخرج الطسطي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال عهدا كما حملته على اليهود فما استخمسختهم قردة وخنازير، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما أسمعت أبا طالب يقول: أفي كل عام وافد وصحيفة يشد بها أمر وثيق؟ ناقص عندي الكلمة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج: ولا تحمل علينا إصرا قال عهدا لا نطيقه ولا نستطيع القيام به كما حملته على الذين من قبلنا، أي اليهود والنصارى، فلم يقوموا به فأهلكتهم. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال مسخ القردة والخنازير. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: كان من كم من تجديد كان على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: كم من يسر وعافية في هذه الأمة. وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: لا تمسخنا قردة وخنازير. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: ولا تحمل علينا إصرا، يقول التشديد الذي شدد به على من كان قبلنا من أهل الكتاب. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقارض. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول يتبعه بالمقراض. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. قلت: كذبت. قالت: بلى، إنه ليقرض منه الجلد والثوب. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: لا تحمل علينا ذنبا ليس فيه توبة ولا كفارة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الفضيل في قوله: ولا تحمل علينا إصرا، قال: كان رجل من بني إسرائيل إذا أذنب قيل له: توبتك على نفسك، فيقتل نفسه. فوضعت الآثار عن هذه الأمة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: لا تحملنا من الأعمال ما نطيق ما لا نطيق. وأخرج ابن جرير عن السدي: ما لا طاقة لنا به من الإصر والأغلال التي كانت عليهم من التحريم. وأخرج ابن جرير عن سلام بن سابورة: ما لا طاقة لنا به من شدة الغلمة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول: ما لا طاقة لنا به، قال: والغلمة والإنعاض. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد: واعف عنا إن قصرنا عن أمر أمرتنا به، واغفر لنا إن انتهكنا شيئا
مما نهيتنا عنه وارحمنا، لا ننال العمل بما أمرتنا به ولا نترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. قال: ولم ينج أحد إلا برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان عن الضحاك رحمه الله قال: جاء بها جبريل ومعه من الملائكة ما شاء الله. آمن الرسول إلى قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: ذلك لك. وهذا عقب كل كلمة. وأخرج سفيان بن عيينة وعبد بن حميد عن الضحاك قال: أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة، فلما حفظها قال: اقرأها. فقرأها فجعل كلما مر بحرف قال: ذلك لك، حتى فرغ منها. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآيات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكلما قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين رب العالمين. وأخرج عبد بن حميد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في هذه الآيات قال: فإن جبريل عليه السلام أقرأها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فسألها نبي الله صلى الله عليه وسلم ربه فأعطاه إياها، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأخرج أبو عبيد عن أبي ميسرة أن جبريل نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمة البقرة قال: آمين. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه الصورة فانصرنا على القوم الكافرين قال: آمين. وأخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير أنه كان إذا قرأ خاتمة البقرة قال: آمين آمين. وأخرج ابن السني والبيهقي بالشعب عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، فلما ختمها قال: اللهم ربنا لك الحمد 10 أو 7 مرات. وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الضريس والبيهقي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأخرج أبو عبيد والدارمي والترمذي والنسائي وابن الضريس ومحمد بن نصر وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. وأخرج الإمام أحمد وأبو عبيد ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، فإن ربي أعطانيها من تحت العرش. وأخرج الطبراني عن عقبة بن عامر قال: لا ترددوا في الآيتين من آخر سورة البقرة، وآمن الرسول إلى خاتمتها، فإن الله اصطفى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد والطبراني والنسائي والطبراني وابن مردوية والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:
اقرأوا هذه الآيات من آخر سورة البقرة. نزلت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. فأخرج إسحاق ابن راهوية وأحمد والبيهقي في الشعب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة منتهى، انتهيت إلى سدرة منتهى فأعطي ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك به من أمته شيئا، أي المقحمات. وأخرج الحاكم وصححه والبياقي في الشعب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما. قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما نزلت أعطانيهما، فتعلموهما وعلموهما نساءكم وأبناءكم. صلاة وقرآن ودعاء. وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وجعفر الفريابي في الذكر عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة البقرة: إنهن قرآن، وإنهن دعاء، وإنهن يدخلن الجنة، وإنهن يرضين الرحمن. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وأخرج الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيتان هما قرآن، وهما يشفيان، وهما مما يحبهما الله، الآيتان من آخر البقرة. وأخرج الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل الله منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وأخرج مسدد عن عمر رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام حتى يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة، فإنهن من كنز تحت العرش. وأخرج الدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس وابن مردوية عن علي قال: ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات التي من آخر سورة البقرة، وإنهن لمن كنز تحت العرش. وأخرج الفريابي وأبو عبيد والطبراني ومحمد بن نصر عندي كلمة هنا ساقطة. قال: أنزلت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ في ليلة آخر سورة البقرة فقد أكثر وأطاب. وأخرج الخطيب في تلخيص المتشابه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة فقد أكثر وأطاب. وأخرج ابن عدي عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق. عندي الكلمة ساقطة ونهايتها سنة. من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل. وأخرج ابن الضريس عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: من قرأ خاتمة سورة البقرة في ليلة أجزعت عنه قيام ليلة. وقد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة من كنز تحت العرش.
وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى آمن الرسول حتى يختمها، وفي الثانية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. وأخرج أبو عبيد عن كعب إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى، وإن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والآيات التي أعطيهن محمد صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض حتى ختم البقرة، فتلك 3 آيات وآية الكرسي حتى تنقضي، والآية التي أعطيها موسى: اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والدهر الداهر أبدا أبدا آمين آمين. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه كان إذا قرأ آخر سورة البقرة قال: يا لك نعمة يا لك نعمة. وأخرج ابن جرير في تهذيب الآثار عن أيوب أن أبا قلابة كتب هذا بدعاء الكرب وأمره أن يعلمه ابنه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش الكريم، سبحانك يا رحمن ما شئت أن يكون كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالذي يمسك السماوات يمسك السماوات 7 ومن فيهن أن يقعن على الأرض من شر ما خلق ومن شر ما برأ، وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر السامة والهامة ومن الشر كله في الدنيا والآخرة. ثم يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم، ووسع علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.